السيدات والسادة، مساء الخير. السينما منذ نشأتها اعتبرها النقاد والمؤرخون الوسيلة الفنية والإنسانية الحية والحاضرة دائماً مع الإنسان في كل مكان بالصوت والصورة، تروي حكايات البشر وتحكي قصص وأحلام الناس وبطولاتهم اليومية في الحياة. وحتى الآن هناك أجيال شاهدت في السينما فقط حكايات عن الحرب العالمية لم تقرأها في الكتب، وهناك شباب شاهد لأول مرة في الأفلام قصصاً مدهشة عن نضال المصريين في ثورة 19 أو بطولات حرب أكتوبر. ومن قبلها قدمت الشاشة أيضاً العديد من الروايات عن فلسطين وقصص معاناة أهلها المستمرة حتى الآن. اليوم نلتقي بمبدع موهوب اهتم في أعماله بحكايات البسطاء خلف غبار معاركهم اليومية في كل مكان، ليحكي كيف قدمت شاشة السينما قضايانا وتاريخنا إلى العالم، وكيف تناولت الأفلام الصورة الحقيقية والتفاصيل اليومية لنضال شعب وحكاية وطن. عن السينما والحرب، عن الدراما الإنسانية وبطولات البشر العاديين، حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم. معي للحديث عن السينما الإنسانية التي تهتم بحكايات البشر سواء في وقت الحرب أو السلام، المخرج الكبير يسري نصر الله. يسري نصر الله، المخرج الكبير يسري نصر الله، من دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية إلى الحلم بسينما مصرية تخاطب العالم بلغة إنسانية. رحلة طويلة بدأها يسري نصر الله خلال الحرب الأهلية اللبنانية كاتباً وناقداً سينمائياً. بعدها عمل كمساعد مخرج في بيروت مع الألماني العالمي فولكر شلوندورف ومع المخرج السوري عمر أمير لاي. بعد العودة إلى مصر عمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمي وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية، كما اشترك مع شاهين في كتابة سيناريو اسكندرية كمان وكمان واليوم السادس. مال هو مال بهية؟ وبهية مالها بيه؟ ليه عليها دمع سايل جوه قلبه من سنين؟ مال هو مال بهية؟ وبهية مالها بيه؟ ليه عليها دمع سايل جوه قلبه؟ كمان مرة! ارجع. ايه؟ اعمل شوية يا اعمل الدخان. اطلع عادل. قول. مال هو مال بهية؟ وبهية مالها بيه؟ كت! كمان مرة! ايه ده؟ جاءت التجربة الإخراجية الأولى ليسري نصر الله عام 1990 عندما أخرج سرقات صيفية، وأتبعه بفيلمه الثاني مرسيدس عام 1993 من بطولة يسرى وتحية كاريوكا وزكي فطين عبد الوهاب. وتوالت أعمال نصر الله الذي عرف بين مخرجي جيله بحرصه الكبير على اختيار أعماله وأبطاله، ففي عام 1995 أخرج فيلم صبيان وبنات، وبعده فيلم المدينة عام 1999. وبعد توقف دام 5 سنوات جاء فيلمه باب الشمس عام 2004 عن القضية الفلسطينية، وكانت له أصداء عالمية ونال عنه العديد من الجوائز. وبعده في العام التالي فيلمه الأشهر احكي يا شهرزاد، الذي كانت له ردود فعل كبيرة بين الجمهور والنقاد. انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي. المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفة عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عادة بيبقى بره النظام.
شارك المخرج الكبير بفيلمه المهم بعد الموقعة في الدورة 65 من مهرجان كان السينمائي، وبعده جاءت مغامرته السينمائية من بطولة ليلى علوي ومنى شلبي فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. الدقهلية لمأكولات المناسبات. جعولي اللوكان ده جلال، جعولي عشان نكسب دهب. وفي عام 2022 خاض يسري نصر الله لأول مرة عالم الدراما بمسلسله المثير منورة بأهلها، الذي قام ببطولته باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وأحمد السعدني. وقد شاركت معظم أفلام المخرج الكبير يسري نصر الله في مهرجانات عالمية. وفي العام الماضي اختاره مهرجان كان ليرأس لجنة تحكيم الأفلام العالمية القصيرة. المخرج الكبير الأستاذ يسري نصر الله، سعداء بوجود حضرتك معنا، أهلا وسهلا بك. أنا سعيد معك مع حضرتك. شكرا جزيلا. وأنا يعني عايزة يعني هرجع ورا شوية وأقول أنه دراستك الأصلية كانت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم في معهد السينما لفترة قصيرة، يعني ما هذا التحول؟ بصي، أنا من وأنا عمري 6 سنين أول ما دخلت سينما أبويا أخذني أنا وناهد أختي نتفرج على فيلم في سينما كايرو كان اسمه رحلة إلى منتصف الأرض. أنا انبهرت بالسينما. لا يعني شاشة سكوب والستارة اللي بتترفع دي، زمان كان كده، ما كانتش شاشة عريانة كده، كانت في ستاير بتفتح ومزيكا بتدخل، يعني في حالة كده بتاعت تجربة السينما نفسها والفرجة في قاعة سينما على فيلم. أنا انبهرت، وأول سؤال سألته لوالدي وإحنا خارجين، مين بيعمل ده؟ فقال لي في حاجة اسمها مخرج. أنا من ساعتها ركبت في دماغي أنا عايز أبقى ده، أنا عايز أعمل ده. بحب الحواديت، كنت بحب القراية جدا من وأنا صغير أوي، كانت جدتي بتجيب روايات الهلال وكتاب الجيب، حاجات يعني ايه، وروايات دار المعارف اللي هي كانت بتعمل ملخصات كده لروايات عالميه. أيوة. فانا كان نهم جامد جدا، وكنت في مدرسه الماني، فبالتالي في كمان ادب الماني كبير جدا، وفي البيت بنتكلم فرنساوي. فبدري ابتديت اقرا روايات كمان، انا مهووس بالروايات بالحواديت، وجدتي كانت بتحكي لنا بقى حواديت قبل النوم دي. فبالنسبة لي فكرة الحكي والسرد دي مهمة جدا بالنسبة لي. طيب أبويا كان دايما بيعتبرني أن أنا فاشل لأني إيه، ما بحبش الرياضيات، وأنا راكبة في دماغي يعني في السر كده. ده لما كنت في قسم إحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دخلت قسم إحصاء كده عشان أبين له أن أنا مش للدرجة دي غبي، واللي هي حاجة غبية جدا. وفعلا مجال مختلف تماما. بصي، كلية الاقتصاد كانت بالنسبة لي، أنا تربيت في مدرسة ألماني اللي هي كانت من الحضانة لغاية الثانوية العامة 800 طالب جيتو، حاجة يعني مجتمع مغلق جدا. وبالنسبة لي كان في إحساس بالخنقة من إن ده يعني مش ممكن العالم يبقى ده بس. ولما يعني كان بالنسبة لي مروح، ده كان قرار واعي جدا إن أيوة. أنا عايز أخش حتة أشوف فيها الدنيا الناس، وجامعة القاهرة كانت كده يعني. فأوكي هدخل اقتصاد وعلوم سياسية، كلية محترمة، وهعمل رياضيات عشان إيه، أبين لأبويا أن أنا مش غبي، اللي هي حاجة أكبر غلطة يعني، لأني عمري ما اشتغلت في المجال ده، عمري ما اشتغلت. طب بعد الكلية اتجهت لما دخلت معهد السينما، حسيت نفس الجو اللي حسيته في المدرسة، مجتمع مغلق جدا، بيتكلموا عن شطات، ما بيتكلموش عن السينما والحاجة اللي أنا بحبها. استمريت فيه قد إيه؟ 6 أشهر 7 أشهر حاجة فقط كده. يعني ما درسته في هذه الفترة. حسيت إن أنا لو كملت جواه مش هعرف أعمل سينما. المجال اللي حقيقي اتعلمت فيه سينما كان النقد السينمائي، إن أنا من وأنا عمري 15 سنة كانت عمتي والله يرحمها وصديقتها جدا
الاستاذه سيزانا براوي من كانت صديقه، كانوا عاملين اشتراكات في معهد زي، فكنت باخد الاشتراكات بتاعتهم واتسلل في العروض بتاعت نادي القاهره للسينما اللي هو كان ممنوع لاقل من 16 سنه، واغطي الصوره كده وادخل بالكارنيه. واول ما تميت 16 سنه ابتديت يعني عملت اشتراك حقيقي وابتديت اكتب في النشره بتاعت، وكملت كتير نقد سينمائي. كان ايه بالنسبه لي ايه النقد السينمائي؟ كان بشكل اساسي ايه اللي انا بحبه في السينما؟ ايه اللي انا كنتش بكتب غير عن الافلام اللي انا بحبها. ما كنتش بحب اكتب عن افلام مش عاجباني. طب المفروض يعني النقد بيكتب عن الاشياء الجيده والاشياء الغير جيده، يعني ممكن يلتقط حتى الاخطاء. انا ناقد مش كويس. انا ناقد كان اياميها بيحلم انه يعمل سينما وبيحاول يحدد ايه اللي بيدور عليه في السينما، ايه الافلام اللي اثرت فيا واللي ادتني يعني ايه السينما اللي انا بحبها. أيوة. سينما بتاعت حد بيحاول يحدد ايه مكانه في العالم ويحكي حكايته. دي بالنسبه لي السينما، السينما الكبيره هي كده. طيب بعد هذه المرحله بقى يعني دخلت الى هذا المجال كيف؟ كنت ناقد سينمائي في جريده سفير في بيروت لمده 4 سنين، وبرضه كان نفس الطريقه. وكان مره اتعرض فيلم اسكندريه لي لناس من قيادات المقاومه الفلسطينيه، وطلبت من طلال سلمان الله يرحمه ان انا عايز احضر العرض ده، لان الفيلم كان ممنوع اياميها، فيلم اسكندريه لي بتاع يوسف شاهين. انا شفت الفيلم انبهرت. كان ليه ممنوع عرضه؟ عشان في شخصيه بنت يهوديه في اسكندريه في الاربعينات بتحب شاب مصري. مصري مسلم. فاياميها كان السادات عمل اتفاقيه الصلح، فقالوا ده فيلم مع التطبيع، هو ملوش دعوه بالتطبيع خالص يعني. بيحكي عن اسكندريه، عن حاجه عارفها. فعلا تفسير غريب يعني. لا، ما اياميها كانت مصر كانت اياميها عندها مشاكل جامده في الحكايه دي مع كل العرب يعني. المهم شافه ياسر عرفات، شاف الفيلم قال لا ده فيلم هايل وايه، ومن ساعتها سمح بعرضه في عبس. المهم انا قلت لطلال سلمان عايز اروح مصر واعمل انترفيو مع يوسف شاهين. ايوه. جيت وفعلا عملت الانترفيو، اتنشر على 3 صفحات، كل يوم حد كان ينزل جزء منه. وسنه 82 كنت عايز اروح خلاص، كفايه نقد، عايز اروح ادرس سينما في انجلترا. فسمير ناصري كان ناقد كبير جدا في جريده النهار. أيوة. قال لي ليه تروح انجلترا؟ ما تروح تعمل تريني يعني تدريب مع يوسف شاهين، هيدخل يعمل فيلم اسمه حدوته مصريه. فكلمت احمد محرز برضه الله يرحمه، ناس كتيره ماتت يا دكتوره. قال لي تعالى. وفعلا كنت يعني ايه مساعد 15 في الفيلم، بيسكلي بكتب ريبورتاجات عن تصوير الفيلم لجريده السفير. ورجعت بيروت واخر اسمها قال لي انت بتعمل ايه في يوسف شاهين؟ قال لي انت بتعمل ايه في بيروت؟ تعالى هشغلك ب 30 جنيه معايا. انا كنت بقبض 3000 دولار يوميا هناك في بيروت. قلت له اوكي موافق. صفيت يعني كل حاجه. بقى كانت البدايه مع يوسف شاهين. صفيت كل حاجه في بيروت، رجعت وما فيش يوسف شاهين. كان في مسافر في حته. فالمهم استنيت لقيته مره بقول له استاذ يوسف انا جيت. قال لي انت مين؟ قلت يا نهار اسود. المهم من هنا ابتدت، وابتديت اشتغل معاه على من اول كتابه الوداع يا بونابرت لغايه لما الفيلم طلع من المعمل وتعرض في كان. يعني اشتغلت معاه في وداع بونابرت. 3 سنين كانت دي المدرسه اللي انا اشتغلت فيها. ده التعليم بتاعي. مشاهده افلام وازاي تعملي فيلم، ازاي تعملي فيلم بمعنى ازاي تديري. يعني حضرتك بتقول دلوقتي انا مع يوسف شاهين دي المدرسه، اتعلمت خاصة. سينما. اتعلمت سينما يعني هقول لك اكتر حاجه اتعلمتها اكتر حاجات اتعلمتها من سينما. كان ليا تجربه مش ظريفه في بيروت مع مخرج معروف جدا كان واخد اوسكار وبيصور. عمري ما شفت كابوس كده في التصوير. مخرج طول الوقت متنشن ومتضايق
وجو مكهرب وحاجه ثقيله جدا. اللي انا شفته عند يوسف شاهين في حدوته مصريه وبعد كده في افلامه كلها راجل بيعمل حاجه بيحبها ومبسوط انه بيعملها وبيبسط الناس اللي حواليه كلهم، بيحسسهم بقيمتهم، ما بيقللش منه. شيء جميل طبعا. الكرم ده ده متهيألي جزء اساسي من شغلانه اي مخرج. صرامه وانضباط وكل اللي عايزاه، انما يعني ادراك ان كل واحد على البلاتو بيعمل حاجه هتتخلي ان اللقطه بتاعته والمشهد بتاعه يطلع مشهد حلو ويدي للناس الاحساس باهميتهم، ده انك تاخدي من كل الناس. ده يعني على الرغم من انه يوسف شاهين كان يبدو عن بعد انه عصبي. حدوته انه عصبي دي حكايه يعني ممكن نحكيها في مره تانية، يعني احنا بنتكلم عني دلوقتي. بس هي دي فعلا حاجه مش حقيقي. انك تبقي شاده ومركزه ومش سامحه للناس انها تهرج على البلاتو دي حاجه، وانك تبقي عصبيه دي حاجه ثانيه. طيب حضرتك اشتغلت ايه مع المخرج الكبير استاذ يوسف شاهين؟ في الودعيه بونابرت ساعدته في كتابه السيناريو وكنت مساعد مخرج. انا يعني كنا كذا حد. كنت معاه في اليوم السادس؟ لا كنت معاه في اسكندريه كمان وكمان تاني. في اليوم السادس كنت بروح التصوير بس، لا ما كنتش معاه تحضر تصوير فقط بحضر من وقت لاخر يعني. انما في الودعيه بونابرت كان انا وكان زكي عبد الوهاب الله يرحمه ومريان خوري واسماء البكري وناهد نصر الله ورضوان الكاشف ومجدي احمد علي، وحضرتك مدركه يعني ده جيل باكمله من المخرجين. التجربه دي بالنسبه لهم كانت فارقه في حياتهم في علاقتهم بالسينما. طيب حضرت معاه هذا الفيلم، ايه تاني في افلام ايه اخرى؟ يعني اشتغلت معاه كعمل. ايوه ازاي؟ إيه؟ يعني اسكندريه كمان وكمان كتبته معاه وكنت انا اللي ورا الكاميرا هو بيمثل. اشتغلت يعني بنفذ الديكوتاج وفي تنفيذ الاخراج بتاعه. واشتغلت معاه في القاهره منوره باهلها الفيلم القصير اللي عمله. صورت له كل الماده التسجيليه اللي في الفيلم، الشوارع والسوق بتاع عروض الفرج اللي منه طلع المدينه فيلمي انا. اتعلمت ايه من يوسف شاهين؟ اول حاجه دي. تاني حاجه ان الحاجه اللي كانت بتبهرني في يوسف شاهين بكل تاريخه ده انه لما بيدخل فيلم كانه بيعمل فيلمه الاولاني. عمره ما تعامل مع ان هو اكبر من الفيلم. دايما الفيلم يعني مش واحد بيمد ايده الشمال على الرف اللي وراه ويجيب الاخراج بتاع الفيلم، لا ده واحد عنده تواضع قدام الفيلم بتاعه، ان دايما حاسس ان الفيلم اكبر منه. وانه لازم يديله طاقه زياده ولازم يعني حاجات دي حاجات ثمينه. الجانب التقني يعني التكنيك والحاجات دي بتعلميها بسرعه شديده، مش بتاخد وقت. انما يعني ايه بلاتو؟ يعني ايه تحضير؟ يعني ايه سيناريو؟ يعني ايه انك تبقي جاهزه وانت داخله؟ بتصوري. عنده جمله شهيره جدا يوسف شاهين كان وانا بعمل ده وكل الناس اللي طلعوا معانا رضوان الله يرحمه كلهم بيعملوا نفس الحكايه. انك انت بتروحي عندك عارفه ايه اللقطات اللي هتعمليها بالظبط، بيسموها ديكوباج، وعارفه مكان الكاميرا وعينتي مكان التصوير قبل كده واشتغلتي مع الممثلين قبل كده، فبتيجي بتصوري وعندك وجهه نظر. اللقطه يعني لقطه ليها بدايه ليها نهايه، بتركب على لقطه بعديها، مش بنصور من 90 زاويه مختلفه. فيلم جميل لك باب الشمس. ويعني الحقيقه واحنا بنتكلم دلوقتي هو قد يكون وثيق الصله بما يحدث حولنا حاليا. يعني كان في عرض في روما من اسبوعين 10 ايام لباب الشمس، النسخه المرممه من الفيلم اللي هي يعني ايه الفيلم ده اختفى بقى له 20 سنه. ودلوقتي رجع في نسخه جديده تم ترميمه. يعني تم ترميمه يعني قابل للعرض في دور العرض الجديده اللي هي ديجيتال، اللي هي بتعرض الافلام مش شريط فيلم انما عرض رقمي. وطبعا في جمهور بقى بيتناقشوا بتاع الواحد واجهه، واللي الواحد كان حريص انه يوضحه، ان التاريخ ما ابتداش يوم 7 اكتوبر.
7 اكتوبر ده كله عايز بيتكلم عن 7 اكتوبر يا جماعه. ها الموضوع ها اهو ايوه ده انه الفيلم. ممتد من زمان ممتد من زمان من سنه على الاقل من سنه 48 لا لو احنا بنتكلم عايزين نتكلم عن 70 والباب الشمس بيحكي عن ده. ايه باب الشمس؟ باب الشمس قبل ما يكون فيلم كان روايه عظيمه لكاتب كبير جدا اسمه الياس خوري. ايوه وبنصح كل الناس انها تقرا الروايه دي لانها فعلا ادبيا شيء يعني ولغويا بديعه وبناها عامل زي الف ليله وليله كل الحكايات. ايه 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 موضوع باب الشمس الروايه؟ ايوه هي ان الياس خوري قعد على مدى سنين يروح المخيمات الفلسطينيه الموجوده في لبنان ويحاور كل الناس اللي عاشوا النكبه يحكوا له الحواديت بتاعه النكبه عاشوا ايه وشافوا مين واتنقلوا منين لفين وايه اللي حصل لهم لما اتنقلوا اللي هو من سنه 1948 من 48 لحد يعني ايه الناس اللي عرفت فلسطين من ايام ما يقال يعني عنها النكبه وعمل من ده روايه عامله زي الف ليله وليله فعلا بالتشابكات بتاعتها والحكايه اللي بتدخلك في حكايه تانية ورواه مختلفين ناس يعني كذا صوت بيحكي لما انا الفيلم ده اتعرض عليا ان انا اعمل فيلم عن الفلسطينيين من قناه ارتي الفرنسيه والمنتج اياميا منتج فرنساوي جالي في البيت وقال لي يسري عايزينك تعمل فيلم عن الفلسطينيين. اولا في مخرجين فلسطينيين عظيمين ليه جاي لي انا في إليا سليمان في هاني ابو اسعد في نجوى نجار في أن ماري جاسير يعني في فلسطينيين مخرجين كبار ليه عايزيني انا اعمل يعني بتدور على الحدود فانت ليه جاي بتقول لي انا كمصري ان متوقعين ان انا اعمل فيلم عن الامور الفلسطيني اللي بيحب الاموره الاسرائيليه ويعيشوا في التبات والنبات او روميو وجولييت مش هعمل ده لأنه فكر. لكن الفيلم لم يكن بهذه خالص التفاصيل قاعد يقول لي فكر قلت له اوكي انا قريت الروايه دي سنه 98 ومن ساعتها عايز اعملها لو هم موافقين ان انا اعمل الروايه دي اللي ما فيهاش ده خالص. قعدنا نطلع من الروايه سنترد على حاجه اكتر حاجه شدتني في الروايه اللي هي جمله كده بيقولها الراوي للراجل اللي في غيبوبه وعايز يبقيه على قيد الحياه انت ما كنتش بطل بس عشان كنت مقاتل انت كنت بطل كمان لانك كنت عاشق فلسطين كانت البلاد خلينا نرجع للأول سبب العيون وعشاري بلحم اسمي وعسل من شفايفه بلحم اسمي يا نهينا يا نوارة فؤادك حيث شئت من الهوى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي أبدا لأول منزلي أنا أفلامي كلها بتدور حوالين ظروف سياسية كبيرة ماليش يد فيها الشخصيات مالهاش يد فيها طب بيعملوا إيه عشان يظلوا على قيد الحياة بيعملوا إيه في الظروف دي فهنا الحدود يعني باب الشمس كرواية وكفيلم حقيقة الأمر إذا لازم نستعمل كلمة مقاومة ومش عيب على فكرة يعني هو في خلاصة يعني في أشنع الظروف يعني أنا اللي هي حرب واحتلال والحاجات دي كلها في ناس جميلة جدا يعني بتحاول تعيش بتحاول تحب
ها بتحاول تربي عيالها ها جوه 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 الظروف دي. فطبعا من اقرب الافلام لقلبي. يعني هو تبدو القصه يمكن غريبه شويه، لكن حقيقه في الواقع بيحصل يعني مثل هذا النوع من التحرك او من التصرفات ما بين الحدود بقى. الشيء اللي كان مفزع هي في مشاهد النزوح في الفيلم. انه النزوح، نزوح الفلسطينيين لما طردوا من القرى بتاعتهم وبعدين يرحلوا عن فلوا الى فلوا للبنان، فلوا روحوا لبنان، روحوا لبنان ويضربوا فيهم نار عشان ايه؟ يخلوهم يتركوا قراهم ومكانهم. طب احنا شفنا ده بيحصل اليومين اللي فاتوا. فاي حد يجي يقول لي اصل نتنياهو وحش قوي ومش عارف ايه وبتاع، لا يا جماعه دي كانت السياسه بتاعت الصهاينه من البدايه، من اول ما ابتدوا لغايه دلوقتي. مش عايزينكم يعني، مش عايزين يعني فكره طرد الفلسطينيين من اراضيهم فكره قديمه وثابته، ثابته 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 من اول يوم. وهذا ما يحدث الان في غزه يعني بالظبط. هنا بقى في غزه يقولوا روحوا للجنوب او روحوا مصر. ايوه يعني ده الكلام اللي بيتقال. فعشان كده لما عرضته في روما قلت لهم يا جماعه ما ابتدتش يوم 7 اكتوبر 2023 الحكايه دي، دي حاجه ثابته وملهاش دعوه بمين اللي بيحكم في اسرائيل. ان نتنياهو يميني متطرف ولا مش عارف الحدوته. طب ما قبل كده اللي كان بيحصل في الضفه، نزع ملكيات البيوت، يعني ايه الحاجات دي كلها؟ ما هي قاعده ثابته، سياسه ثابته يوميا بتشوفها. ان انا يبقى عندي بيت ورث يعني ايه ابا عن جد وساكن فيه في القدس ولا حاجه زي كده، ويجي لي يقولوا لي لا لازم تسكن فيه المهاجرين الاوكرانيين والروس اللي جايين. طب لا مش عايز. براحتك طبعا، بس انت بقى عليك ضرايب كل ده وحكم محكمه ببيع البيت لتسديد الضرايب وتطردك من بيت. ما ده اللي حصل في الاراضي لما ناس تيجي تقول لي الفلسطينيين باعوا اراضيهم. لا، هو ده بالظبط اللي حصل. ان يدينوا للبنوك الانجليزيه المحتكر لكل المحاصيل في العشرينات والثلاثينات هي كوبانيات يهوديه، ويقللوا الاسعار، مش عارف اسدد الديون اللي عليا بتاعت اللي اخذتها من البنك كمزارع صغير كمالك ارض صغير في فلسطين، خلاص اتحجز على ارضك وتتباع. هل في فرصه ان احنا يعني نشاهد هذا الفيلم على شاشة التلفزيون مثلا في مصر؟ يا ريت. المشكلة انه بيقصوا منه اهم حاجات انا بالنسبة لي. بيقصوا منه قصة الحب. يعني راجل بيقابل مراته في على فكرة بيتعرض على نايل سينما، بس مقصوص منه 20 دقيقة وانا مش مقصود بده. ده انا بتكلم طبعا على النسخة الكاملة يعني. النسخة الكاملة يا ريت. احنا جاهزين، الفيلم موجود دلوقتي ومترمم وزي القمر. طب يعني كيف ترى إنتاج السينما العربية بشكل عام عن موضوع فلسطين؟ وما أهمية أن يكون هناك إنتاج سينمائي عن موضوع فلسطين؟ متهيألي المخرجين الفلسطينيين بيقوموا بده بشكل عظيم. ما بين إليا سليمان اللي هو اتكلم عن النكبة ببلاغة عظيمة يعني في فيلم الزمن المتبقي، عن الحاضر في النصرة، والإسماعيلية أنمري جسير، نجوى وهاني أبو أسعد بيتكلموا عن إيه اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين، إيه نوعية الحياة اللي عايشينها في فلسطين وفي الأماكن المحتلة وفي الضفة. دي أفلام ثمينة جدا ومهمة جدا. أيوة طبعا. ومنها اللي ترشح للأوسكار، ومنها اللي أخذ جوائز كبيرة في كان. مثلا إليا سليمان أخذ عن يد إلهية جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان. فدي أفلام إنسانيا مهمة وثقافيا مهمة، يعني فيها إسهام للوجدان الإنساني العالمي في كل حتة في العالم. أيوة. متهيألي أي فيلم بيتعمل بالمنطق ده، بأنك أنت بتعملي حاجة طالعة من قلبك مش بقرار إداري، مش لان انا حاسس بمسؤوليتي تجاه القضيه الفلانيه ولا مش عارف ايه فاعمل فيلم، دي عاده بتطلع افلام اعلاميه مش افلام. فانما الافلام اللي طلعت من فلسطين رائعه،
وانا ازاي باب الشمس طلع مش عارف. ما طلعش من فراغ، طلع من ان انا عشت في بيروت 4 سنين، اتعاملت مع ناس فلسطينيين كتير، اتعاملت مع الياس خوري صديق عزيز، فبحب الفلسطينيين يعني في كبني ادمين. للحوار بقية فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل الحوار مع المخرج الكبير يسري نصر الله عن السينما الواقعية في زمن الحرب والسلام. المخرج الكبير أستاذ يسري نصر الله، كنت بسأل حضرتك أيضا عن ما يحدث في غزة الآن، هل يعني تتوقع أنه سنجد له صدى على شاشات السينمات العربية قريبا؟ قابلت في روما رشيد مشهراوي، مخرج الفلسطيني الكبير اللي هو غزاوي أساسا، بيخلص فيلم بس أكيد راجع غزة عشان يعمل فيلم هناك تاني. وانا متاكد يعني اكيد دلوقتي صعب جدا ان الواحد يصور فيلم طبعا في الظروف العجيبه دي، بس اكيد مليان حكايات انسانيه جدا هيعرف يحكيها الفلسطينيين. اللي انا خايف منه حقيقي هي ان ناس بره فلسطين ومش عارف ايه مره واحده يعتبروا ان ده والله موضوع درامي حلو قوي، طب ما تيجي نحكي حكايه، وهم مش كانفعال سياسي ايديولوجي، مش انفعال يعني اكيد لو حد هيحكي لي حكايه عيله مصريه بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل حواليها، ده ليه في فلسطين ده دلوقتي، ده ممكن يبقى حكايه حلوه. بس يعني خلينا دايما يعني السينما الحلوه دايما سينما جايه من القلب وجايه من حاجه انت عايشاها بحق وحقيقي. اول ما تبتدي المساله تبقى مجرد انها فكره أو إحساس ما بالواجب هيبقى زي عزا مش عارف إزاي الواحد يشعر. بس أستاذ يسري أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عن شيء هام وجديد هذه المرة، يعني ما يحدث في غزة الآن يتم نقله بالكامل عن طريق شاشات التلفزيون العالمية. أي. المظاهرات في الدول الأجنبية التي كانت مؤيدة جدا لإسرائيل، الناس الشعب نفسه بقى في الشارع بيطالب بعكس ما تطالب به حكوماته. أعتقد الوضع مختلف، وبالتالي لو تخيلنا أن هناك عمل سينمائي جديد لن يكون بالمواصفات القديمة. ما أنا مش قادر أتخيل إيه، أنا شفت الوضع ده قبل كده، ما أنا عمري 71 سنة. أي. الكارثة متهيألي إن الناس أدركته دلوقتي عالميا، وأرجو إن ده يبقى حقيقي، إن يا جماعة مش لازم نستنى كوارث من هذا النوع عشان ناخد بالنا ان في شعب مضطهد بالكامل. أيه. وبيتعرض للكوارث دي كلها. ده المكسب الكبير اللي حصل في الحاجات الاخرانيه، ان ده صاحبه عنف شديد جدا، ده حاجه مؤسفه جدا ايا كان اللي اتضرر من الموضوع ده. انما ليه يا جماعه ما بتبصوش للموضوع ببساطة شديدة على إن ده ظلم واقع من سنة 48؟ قد تكون تلك يعني بداية، يعني فعلا الصورة اللي بنشوفها حاليا على التلفزيون والتي يعني قامت بدفع جماهير كبيرة جدا جدا في بلاد لم تكن مع إسرائيل في يوم من الأيام بالزبط. إنها موجودة في الشارع. أعتقد الناتج الفني ممكن يختلف، الناتج الفني والناتج الوجداني بتاع الناس. لغاية دلوقتي إحنا بنتكلم عن إعلام، ان الاعلام مره واحده حط الناس غصب عنهم، الاعلان غصب عنه حط الناس قدام كارثه انسانيه وكارثه سياسيه وكارثه اخلاقيه اللي هي الوضع بتاع الفلسطينيين النهارده. ده متهيألي ايه اللي هيترتب عليه عندنا وعن بما في ذلك احنا على فكره، يعني ان مره واحده الناس ادركت مش بس انها موضوع الاقصى وموضوع ان في بني ادمين، في حاجه اسمها بني ادم فلسطيني بيتعرض للحاجات دي، مش وده ده يعني في اطفال في ضحايا المقاومه. يعني بالظبط. ده ازاي ده هياثر على الابداع لو في ابداع؟ يعني لو تم انتاج فيلم سينمائي جديد عن موضوع فلسطين، تفتكر هيبقى بمواصفات الافلام القديمه؟ اللي بيحصل في فلسطين مش بيأثر عليا وعليكي؟ صحيح. المواطن طبعا العادي في اكل عيشه حتى مش ده بيسبب يعني ايه جزء كبير جدا من ازمتك
جاية من إن في وتأثير هذه المذابح يعني إنسانيا لابد أن يكون هناك تعاطف كبير يعني تعاطف واحتضان سبت عيونه عشاري بلا حسن وعسل من شفايفه بلا حسن يا نهيلة يا نوارة فؤادك حيث شئت من الهوى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي أبدا لأول منزلي بدكم تغطي بالمليفة ماكو وليش ما بتخلفش الأوامر؟ فأني عسكري والعسكري بيخلفش الأوامر صفوا أنتوا خرطة عواطلية فيكم بتخلفوا الأوامر هاي بيوتنا كيف بدك انتشرها؟ أنا رايحة تقدر شي طلعهم يدوروا عليك الإسرائيلي مش رايحين نتخبى في خيامنا مش رايحين نسكت رايحين نبلش من الأول من الأول من الأول هل يعني هذه المشاهد المرسلة لنا طبعا بشكل يومي هتأثر على فهم الناس للقضية الفلسطينية يعني من كان لا يفهمها بشكل مكتمل لو أنت مش واخد بالك كمواطن عادي إن ده حاجة قاعدة بقالها حاجة وسبعين سنة بتحصل يوميا ها إيه اللي هيترتب على ده أنت عندك ها من غير ما نبتدي نصرخ ونقول لا لازم نحارب إحنا كمان ومش عايزين نخش في المورستان ده إن لازم يتلاقى حل لازم يتلاقى حل ها ده على الصعيد السياسي ومتهيألي الحل ده كمان بقى مطلب جماهيري ها عندي وعند كل الناس الناس النهاردة يعني حاجة مدهشة الناس المواطن العادي اللي بيمارس المقاطعة دي حاجة كبيرة جدا جدا دي حاجة مهولة أنا يعني عايز أضيف لحضرتك إنه حتى الأطفال أيوة الأطفال يعني مدركين لهذا يعني ده مش نقلة مش نقلة كيفية في الوعي إن أكبر شركة من شركات الأمن على فكرة الأمن الرقمي أيوة إنها تقاطع إسرائيل وتعمل يعني تصفي الشركات بتاعتها الافرع بتاعتها اللي في اسرائيل في حاجه مهوله بتحصل دلوقتي ها ده انا ده وتقولي لي ان ده هيأثر على طبعا اثر علينا وطبعا واضح ها وطبعا ابتدى الناس تدرك ان في جزء كبير جدا من المعاناه بتاعتك جايه من انك انت قاعده بتستغلي ها في اطار استهلاكي بحت ها من حاجات من مصالح مش بتاعتك يعني أنا عارف إن الشركات الكبيرة دي اللي بيديرها مصريين والحاجات دي كلها واخدين تصريح ولا أي حاجة زي كده بس اللي يقدر يعمل ده يقدر يعمل حاجة تانية ويقدر يقول لهم هشيل اسمك من على هشيل اسمك من على وإذا كان في مثلا عاملين أو عمال بيعملوا في هذه الأماكن ممكن يجد لهم فرصة في مكان آخر مع منتج آخر يعني يجد مكان معاك لأنك أنت هتغير البراند بتاعك مفروض تعمل ده مفروض تفكر إزاي تعمل ده سهل أنا يعني هقلل زيادة شوية كافيين ولا شوية سكر زيادة ولا ما أعرفش إيه وبتاع وهعمل منتج ما اسموش كذا فاهمة يعني إنما الناس تكمل تشتغل والناس هتكمل تاخد المنتج بتاعك
يعني بمناسبة أيضا يعني المستقبل وما يحدث معنا الآن، تفتكر الناس بطلت تحب السينما في دور العرض السينمائي وبدأت تتجه إلى المنصات السينمائية كما يقال أحيانا؟ ده أكيد، والسبب أحد الأسباب الكبيرة بتاعتها كانت الكورونا. إن الناس اتعودت على إنها تقعد في البيت، والسينما غالية، يعني السينما خروجة أصبحت غالية مكلفة جداً. يعني مكلفة يعني في كل حتة في العالم، وعندنا بشكل خاص بقت مش في متناول يد حتى الطبقة الوسطى العادية. مهم إن يبقى فيه سينما، مهم يبقى فيه مسرح، مهم يبقى فيه سما. طب سؤالي سؤالي لحضرتك، لماذا مهم أن يكون لدينا مسرح؟ لماذا مهم أن يكون لدينا سينما وإنتاج سينمائي؟ هديكي مثال بسيط جدا. هديكي مثال بسيط جدا. مش كل العائلات المصرية بتعاني من انهم بيبقوا قاعدين في اجتماع عائلي ومفروض رايحين نزور ماما ولا رايحين نزور تيتا ولا مش عارف ايه، وكله ماسك الموبايل بتاعه قاعد يبص على الموبايل بتاع لوحده. ها المتعة اللي بتشاركي فيها ناس كتيرة حتى ما تعرفيهمش، بس قاعدين كلنا موجودين مع بعض، دي بتخلق صلات بين الناس، بتخلق ترابط. يعني انا لما اطلع من فيلم ويبقى قاعد جنبي حد مبسوط زي من سنين، في طبيعي هكلمه، هنتناقش في الفيلم. زمان لما كنا بنروح نادي السينما، نادي القاهره للسينما، كان كلهم ناس ما نعرفش بعض، انما منهم طلعت جمعيات بتنتج افلام، جمعيه السينما الجديده، جماعه يعني ناس بتتناقش في الافلام، مره واحده بتبص تلاقي عندك اصدقاء عمرك ما كنت تحلمي ان ممكن يبقوا اصدقائك. مش لأنهم كبار، لا، لأنهم مختلفين عنك، جايين من عالم تاني خالص. زي الجامعة. يعني أنا لما سبت المدرسة وقلت يعني إيه، مش عايز أسافر ألمانيا أدرس، ولا أنا عايز أخش جامعة القاهرة. ليه؟ لأني هعرف ناس هناك، هتعرف على ناس شبهي مختلفين عني، وهتعرف يعني هتعرف على مصر. النهارده لما كل التعليم قاعد يقول لك لا هنعمله اونلاين، هتدرس في البيت بتاعك، دي كارثه. انت بتحرم الناس انهم يتجمعوا يتصاحبوا ويتعرفوا يتصاحبوا. أيوه. يتصاحبوا بحق يعني حقيقي. تجمع الناس او لقائهم مع بعض له اهميه طبعًا. انسانيه طبعا. انا يعني بتضايق جدا، اوكي حصلت مصيبه مره في في ملعب كوره، في ماتش كوره، الغي الجمهور بتاع الكوره اللي كان بيخلق برضو ناس وصداقات وتفاعل والحاجات دي كلها. المصايب اللي حصلت دي، المصيبه اللي حصلت دي، حصلت في كل حته في العالم، ما حدش فكر انه يلغي. ففي حاجه كده تحسي ان لا، ما ينفعش المجال العام والمجال بتاع التفاعل مع ناس مع بعض يبقى مجال مغلق، يبقى مجال مغلق وفردي، لوحدك، انت لوحدك قاعده في البيت، انت مدركه نوعيه الناس اللي يعني اعتقد ان ده له تاثير نفسي على الانسان طبعا نفسه. طبعا على العيله، على الصداقات، على التعارف، على الجواز. يعني الحقيقه بتشير لشيء هام جدا جدا، ان فكره التجمع الانساني في مكان ما لمشاهدة ما أو لحضور يعني أي فعالية له معنى وله فائدة. طبعا أكيد. وتفتكر الناس بتوع غزة دول يعني مبسوطين قوي بطريقة العيشة اللي عايشينها، ومين اللي بيحكمهم وازاي بيحكمهم؟ ولا قطعا لا، غالبا قطعا لا. إنما إيه اللي مخليهم مترابطين؟ إنهم يعرفوا بعض، إنهم بيكلموا بعض، إنهم عايشين مع بعض. لما أنت تخلقي جزر كده من انت بتخلقي احساس فظيع بالوحده. صحيح. يعني في ذهن حضرتك فكره لفيلم جديد تتمنى انك تقدمه للناس؟ عندنا مشاكل جامده جدا مع ان السوق صعب. كجانب انتاجي يعني دي الحته إن, ان 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 المفروض ان احنا نبتدي نفكر ازاي نقدر بحوادتنا، باختلافنا، بخصوصيتنا كمصريين، ان احنا نقدر نخاطب العالم. ده حلو، ده حاجه مهمه، يعني بدليل ان مفيش عمل فني واحد من الممكن ان يجمع عليه كل الناس. عمرها ما حصلت في التاريخ. يعني ولا ليوناردو دافنشي ولا
ولا الشعراء الكبار بتوع القرن 19 ولا الروائيين ولا احنا ولا نجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم ولا اي حد كان فيه اجماع عليه. ماشي ان احنا نبقى مجمعين على طريقه حكم ولا اي حاجه زي كده دي حاجه، بس ان احنا نبقى مجمعين على احساسنا دي كارثه. بقينا روبوتس. يعني ما احناش بني ادمين اليين تبرمجيهم. كل البلاد العربيه النهارده بتعمل افلام وبتعمل افلام كويسه جدا، ها، واحنا قاعدين بنعمل حاجات مش احنا، مش دي السينما المصريه، مش دي، مش ممكن السينما المصريه تبقى مجرد ان انا اقلد افلام الاكشن الامريكان، مش ممكن السينما المصريه تبقى بس الكوميديات العائليه. لا، في افلام للكبار فقط، المفروض يبقى في افلام للكبار فقط، المفروض يبقى في افلام للاطفال، ها، المفروض يبقى في افلام تثير الجدل، لازم ده، لازم عشان نقدر نبقى موجودين كمصر، وسط العرب وسط العالم، ده ضروري يعني. نرجو هذا. طب هو سؤال اخير، وحضرتك يعني بتقوم بعمليه الاخراج، لو انت يعني كمخرج بتقدم هذا الفيلم للشاشه السينمائيه، نفس هذا الموضوع ساقدمه الى منصه تلفزيونيه، هيختلف ادائك؟ على حسب، لو هو ساعتين مش هيختلف. انما 10 حلقات لازم اولا في مسؤوليه ضخمه جدا، انك انت بتخاطبي ناس اكتر. تاني حاجه هي، وبالتالي لازم يبقى متقن جدا عشان اعرف اخليكي تقعدي العشر حلقات، مش بعبي علب انا. زائد ان حاجه بقولها يعني بحكيها لك في فيلم في الدقيقه العشرة هتفتكريها بعد ساعه ونص. انما لو حاجه بحكيها لك في الحلقه الاولى لو ما اشتغلتهاش كويس، وجاه حاجه في الحلقه الثامنه بتتكلم عن اللي حصل ده، لو انت مش فاكراها هتتوهي. ففي السرد الغريب يعني انا بالنسبه لي اصعب بكتير في الدراما التلفزيونيه عن السينما. في الختام اشكر ضيفي المخرج والمبدع الكبير يسري نصر الله، ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله في حديث جديد من مصر.